اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا في الانترو ان النص التاني من حلقتنا هيكون عن لعبه القوى البدنيه. انا يعني مستضيف شخصيتين يعني من عظماء هذه اللعبه. خلينا نتكلم الاول عن المدير الفني. مدير الفني كان لاعب العاب قوى وكان بطل مصر في السبعينات وكان منتخب مصر، وبعد كده طبعا انتقل للكويت 20 سنه قعد فيهم ولعب بطوله العالم للريست او لمصارعه اليدين، وخد ثالث عالم في ايطاليا سنه 2001. اسم كبير وكمان يعني 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 دار ما بين كذا لعبه، فعنده خبرات ويكفي انه لعب العاب قوى اللي هي ام الالعاب. النهارده هو بيتولى مسؤوليه الاداره الفنيه لمنتخب مصر في القوى البدنيه، الكابتن عادل العسال. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا، منورنا في برنامج الابطال. اهلا بيك، حضرتك قيمه كبيره ويعني وشرف ان حضرتك تشرفنا النهارده. ربنا يكرمك. اكيد معانا بطل مصر وبطل بطوله اوروبا المفتوحه اللي اتلعبت يعني منذ ايام، وايضا استطاع ان يفوز فيها في البطوله في وزنه بمشاركه 9 في بطوله هذه البطوله، 9 من احسن اللاعبين اللي كانوا بينافسوه، كابتن مصطفى محمود. اهلا بيك كابتن مصطفى. اهلا بيك يا فندم، منورنا وما شاء الله، يعني بطوله اوروبا منوره على الترابيزه. يا رب يخليك يا فندم، يا رب يخليك. يعني ده دي دي ده حزام وده ال 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 ده الدرع. ده الدرع، الحزام ده والدرع كافضل لاعب في البطوله. ما شاء الله، الله اكبر. والميداليه كاول ميزان بطوله اوروبا المفتوحه. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا فندم. كابتن عادل، اجل حضرتك يعني بدات منين مع القوى البدنيه؟ يعني ازاي دخلت جواها وامتى توليت مسؤوليه المنتخب؟ هو انا من سنه 2000 ل 2004 كنت سكرتير عام اتحاد القوه. ايه ده، الاتحاد قديم كمان يعني. الاتحاد بقاله الاتحاد من سنه 93، يعني اللعبه دي بقالها 30 سنه. بالظبط كده ما شاء الله. وكان اتحاد بينقسم الى قسمين، اتحاد القوه للعبه القوه البدنيه ولعبه مصارعه الذراعين. نعم. كان بدا الاتحاد من سنه 93 في مصارعه الذراعين، كان على طول هو اللي واخد النصيب الاكبر في الاهتمام والبطولات الدوليه. نعم. لغايه لما بدانا من سنه 2005 وانا توليت مسؤوليه، تركت العمل التطوعي في الاتحاد اللي هو كسكرتير عام الاتحاد. نعم. وبدات في التدريب حسب مؤهلاتي الشخصيه، في انا واخد ماجستير في التدريب الرياضي ما شاء الله. بدات مع المنتخب 2005 وسافر معانا في 2 لاعبين ومنهم محمود العدوي سنه 2006، حصل على ثالث عالم في البنج. وبدا مشوار القوه البدنيه ويسيطر على الاتحاد. يعني بدات بقى القوه البدنيه تعلى والزراعين تقل بقى، يعني او الاهتمام بقى اكتر بالقوه البدنيه. بالظبط كده. نعم. وكان الاتحاد بدانا من 2005 ل 2011 وانا متولي المسؤوليه ديت، وبنلعب بطولات، لعبنا سافرنا بطوله امريكا، بطوله العالم في امريكا 2009 في 2008، وبطولة العالم في انجلترا في 2009، واخدنا ثالث عالم كدولة كفريق ما شاء الله. وبعد كده تركت انا الاتحاد في 2011 ورجعت تاني مع الاتحاد الجديد في 2017 بقيادة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة بعد انتخابه في 2017، واستلمت انا مهمة تدريب المنتخب او المدير الفني للمنتخب، وبدانا بعد كده نزود وندخل العنصر النسائي. دي كانت جديده دي. دي كانت اول مره، وسافرنا في امريكا 2018 بطوله العالم في امريكا في اورلاندو في 2018 ومعانا بنتين، وفي 2019 سافرنا فنلندا برضه معانا بنتين واربع شباب ما شاء الله. في 2021 بعد كورونا بقى 20 كان في كورونا ودخلنا 21 سافرنا بطولة العالم في البرتغال وكان برضو معانا بنتين واربع شباب. في 2022 سافرنا امريكا في اورلاندو برضو، برضو كان معانا اربع شباب وبنتين ما شاء الله. الله اللعبة بدأت ارقامها تزيد وبقينا نحط ضوابط للاختيار. يعني انا بقيت احط او بموافقه الاتحاد رقم تاهيلي لان العدد كبر. نعم. والموازين احنا عندنا 12 ميزان
للرجال و12 ميزان للسيدات. السيدات بيبدا من ميزان 44 كيلو، 48 كيلو، 52، 56، 60، 67 ونص، 75، 82 كيلو ونص، 90، 100، 110 بلس 110 او المفتوح. حافظهم ازاي يا كابتن؟ الرجال بيبدا من 52 كيلو وستة، وبعد كده 56، 60، 67 ونص، 75، 82 ونص، 90، 100، 110، 125، 140 بلس 140 او الاوبن. طب هو كابتن مصطفى بيلعب انهي ميزان؟ بتلعب انهي ميزان؟ 90 كيلو. ده اللي انت بتلعبه طول عمرك ولا كنت ميزان اقل وزدت؟ كنت بلعب 82، واول ما بدات كنت بلعب 67. طب ليه اللعبه بدات اللعبه دي ازاي يا كابتن؟ انا كنت بلعب اتصرف في اثقال. ما هي طبعا هي ريليتد برفع الاثقال، هي بنش وقطنيه صح؟ بنش وديت ليفت وسكوات. هم الثلاثه دول. طيب ليه بقى كنت رافع اثقال اصلا؟ كنت بتلعب في اي نادي؟ كنت بلعب نادي شهيد الدخان. شهيد الدخان. رفع اثقال. وبعد كده طب ايه اللي وداك الباور ليفت؟ انا كنت بلعب لعبت باور ليفتنج سنه 2001. لعبت باور ليفتنج بس؟ يعني رفع اثقال وباور ليفتنج؟ لا رفع اثقال، اعتزلت رفع اثقال، بقى تلعب باور ليفتنج. كويس، فعندك خبره في الاثنين دلوقتي؟ الحمد لله عندي خبره في الاثنين. طب انت دخلت بطوله العالم الثلاثه، الهاف سكوات والباور ليفت؟ لعبت باور ليفتنج كامل الثلاثه كلهم. باور ليفت. والثلاثه خدت فيهم ذهب ولا مجموعهم ذهب؟ لا المجموع بتاعهم ذهب. المجموع ذهب. المجموع ذهب. طيب هم الثلاثه بتحلوا في الاخر مجموع واحد. ايوه ما هو بيجمع، انت ممكن تاخد ثاني في حاجه بس اول فرق بكتير بتبقى المجموع اول، في الاخر هو اللي يفرق. نعم. طيب وبدات امتى الباور ليفت؟ يعني بداتها سنه كام بالظبط؟ بسنه 2001 بالظبط بعد انتهاء الجيش. يعني انت عمرك كام دلوقتي يا كابتن؟ 44. الله اكبر ما شاء الله، ربنا يديك الصحه يا كابتن. حاجه يعني الله. كويسه جدا جدا جدا. طيب يعني شايف الاختيارات، شايف يعني الشباب المصري يعني يقدر يلعب اللعبه دي؟ هل اللعبه دي مكلفه ولا لازم العب رفع اثقال الاول يعني؟ لا لا لا، هي الفرق بين رفع اثقال والباور ليفتنج ان الرفع اثقال بتمتاز بالمهاره والقوه، الباور ليفتنج قوه، فالسن ما بيفرقش في القوه البدنيه، بل بالعكس لما بتكبر في الثلاثين بتبقى اقوى. العضله بتبقى اقوى، والعظم اكتمل. ما بتحتاجش المهاره قوي زي رفع الاثقال، تكنيك، انما هي عايز المهاره رفع اثقال تكنيك اعلى. فعشان كده رفع اثقال بيحتاج السن الصغير، القوه البدنيه لما السن بيبقى كبير بيبقى القوه افضل. طب كلمني عن البطوله، بطوله اوروبا المفتوحه، شاركت فيها ازاي؟ اتاهلت ليها ازاي؟ يعني كلمني عن اجواء البطوله قبلها، رحتها ازاي، ولما حصلت عليها ازاي، يعني بناء على ايه؟ احنا لما كنا بنبقى عارفين ان في الاتحاد المصري بينزل جدول ان في بطوله كاس اوروبا شهر كذا وبطوله العالم شهر كذا. ملهاش تصفيات؟ اللي فيها تصفيات؟ لا بيبقى لازم يبقى في تصفيات الاول وتجارب عن طريق الاتحاد جوه مصر. جوه مصر، انما مفيش تجارب على يعني مفيش تصفيات افريقيه مثلا؟ لا مفيش تصفيات افريقيه. انت بتبقى الاختيارات جوه مصر؟ الاختيارات جوه مصر. تمام. عملنا تجارب هنا جوه مصر، كانت قبل البطوله بشهرين. انت عملت ايه في التجارب؟ خدت اول؟ خدت اول. ما شاء الله. ما هو لازم بياخدوا من كل ميزان الاول. الاول بس؟ يعني مش مثلا اول ثاني ثالث، الاول بس. مش اي، يعني ممكن الكل ياخد اول وما تعملش التوتال اللي الاتحاد طالبه. حاطين توتال مستوى التأهيل. يعني ممكن تاخد ما تجيبش مستوى تاني مثلا. لا هم بيحملوا مستوى تأهيل عشان مصر بتسافر تنافس على الميداليات. انما لو هتروح هتاخد تالت او رابع ما يودكش، برغم ان انت اول تصفيات هنا. لو عملت التوتال هتسافر. نعم. طب هناك بقى الميداليه بيبقى توفيق بقى، يعني انت عملت التوتال هنا بيبقى فيه بعد ما بتخلص التجارب هنا وبتعمل توتال بيبقى فيه بقى خطه ثانيه، تدريب ثاني، ان ربنا يوفقك هناك. عملت معسكر بره او حاجه ولا من هنا؟ لا عملنا معسكر هنا. هنا. بتتمرنوا فين يا كابتن؟ احنا بنتمرن عندنا في الجيم، وبعد كده الاتحاد بنعسكر في المركز الاولمبي. المركز الاولمبي في صاله مجهزه في المركز الاولمبي؟ موجوده صاله رفع اثقال والسكوات والباور ليفتنج وكل حاجه. والبنش وكل حاجه. طب قول لي اوزانك كده يا كابتن، يعني نقول مثلا بنش. بعمل 180 بنش. الله اكبر ما شاء الله. طيب نقول باور ليفتنج الرفع بالظهر ده. لا كنت في الماتش ده عامل 295. الله اكبر 295. طب هاف سكوات 310. الله اكبر يا كابتن، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تاتشود يعني ارقام يعني عاليه جدا يعني. الحمد لله أكبر. الحمد لله. يعني تقريبا انت مجموعهم داخل في حوالي 700 كيلو تقريبا. 775. 775 ما شاء الله. الله اكبر. ده اللي انا جبته. كابتن حافظ ارقامك بالظبط يعني. طبعا هو اللي كان بيدير الماتش.
طيب قول لي يعني مين ابرز المنافسين؟ يعني انت كان معاك اكيد حد بنفسك، جنسيته ايه؟ اللي هم كان الاثنين الجامدين، هو لاعب روسيا بتاع الارض البلد المستضيفه وكازاخستان. الاثنين دول كانوا جامدين قوي. طب انت كنت عارف سامع عنهم ولا اول ما رحت البطوله شفتهم؟ يعني بتبقى عارف انت هتروح تلعب مين، ولا انت في البطوله يعني يعني على حسب مين اللي جاي ما تعرفش؟ لا هو انا كده كده رايح اعمل حساب للاعب روسيا، لان دايما عارفه. لا دايما الارض المستضيفه بتبقى مظبطه نفسها في كل الموازين. فبنبقى زائد ان روسيا من الدول اللي هي القويه في الالعاب الفرديه، صحيح، في رفع الاثقال بطبيعه المناخ اللي هم عايشين فيه. طب روسيا خدت تاني بعدك في الميزانيه؟ خدت تاني، يعني زي ما توقعت انت منافسه مع بطل روسيا. طب هو جاب بعيد عنك كم كيلو، ولا الفرق كان قد ايه؟ لا انا كنت قوي سكوات. انا قوي سكوات، رغم ان انا ما جبت 310، بس انا ما جبتش الرقم بتاع انا جاي في التجارب او في كاس العالم ال 340. طب ليه ما دخلتش بالرقم ده؟ ده السؤال. كل ماتش بيبقى ليه اجواءه. طب مين اللي يعني بيحدد لك الرقم؟ كابتن عادل اللي حدد لك ولا انت بتحدده لنفسك؟ لا كابتن عادل بيحدده من حين التسخين او الظروف اللي انا فيها. انا بحدد ايوه انا اعرف بقى يا كابتن، عشان الموضوع ده بيحيرني. يعني حضرتك عارف انه بيعمل 340، دخلت ليه 310؟ هقول لحضرتك دلوقتي، انا ببعت بعد اجراء التجارب للمنتخب بفتره طويله، يعني قبل البطوله بشهرين. نعم. واستقرينا على قوام المنتخب، بنبعت الاسماء للاتحاد او الاتحاد الدولي او الدوله المنظمه للبطوله. نعم. بالاسماء بالموازين باوزانهم بكل حاجه. كل حاجه. نيجي في يوم البطوله، سافرنا ووصلنا البلد قبل البطوله بيوم، يتم الميزان بيتم قبل اللعب بيوم. حلو، عشان يوزن اللاعب كويس، وده بيبقى مندوب من الاتحاد الدولي وانتوا واقفين. انا كمدير فني مع الفريق كله، خش الفريق المصري كله يوزن واسجل الرفعات الاولى للاعب، يعني مثلا اللي رفعت السكوات هيشيل كام، رفعت البنج هيشيل كام في الرفعه الاولى. ده من قبلها بيوم؟ بتقولها بكره اللاعب بتاعي داخل هيشيل كام؟ في الرفعه الاولى بس. حلو. الرفعه الاولى في السكوات، الرفعه الاولى في البنج، الرفعه الاولى في السحب، لازم يسجلهم عشان الكمبيوتر هيتسجل على الكمبيوتر. تمام. ويتنادى. تمام. اسم اللاعب عندما يصل للوزن اللي هو مسجله. نعم. طب مثلا نقول مصطفى، انت فاكر مصطفى كانت اوزانك كام اول ما دخلت؟ يعني اول ما اول حاجه كتبها لك كابتن علي 300 ده في الهاف سكوات. في السكوات. طيب والبنش ب 160 160. بالرغم انت جبت 180 بس 160. طب وفي الباور ليفت 270، وده اللي حط لك اول. طب نجحت فيهم الثلاثة؟ نجحت فيهم الثلاثة. وبعدين بعد انتهاء كل محاولة يروح على ترابيزة الحكام يسجل المحاولة الثانية. هو بنفسه ولا حضرتك؟ هو او انا. انا بشوفه وهو بيشيل في عزم ولا في عزم، في ناقص له كام كيلو يقدر يشيله. دي بقى الحتة الفنية بتاعتك. واروح انا على ترابيزة الحكام اسجل له الرقم. طب انت مثلا مع الثلاثه اللي نجحت فيهم، كان في حاجه منهم بصعوبه؟ انا بقى شعورك انت دايما المحاوله الاولى بتبقى خفيفه عشان تحط رجلك في الماتش. تحط رجلك في الماتش وتثبت ذاتك، وبعد كده المحاوله الثانيه بتبقى بتنافس على الميداليه. هي الثانيه اهم واحده. الثانيه بقى لما تكون فيهم منافسه الثانيه بتبقى. طب سجلت، قول لي بقى انت الاول دخلت، خد لي واحده، دخلت 300 اللي هي الهاف سكوات، سجلت الثانيه ايه؟ 310، 16 كيلو مره واحده. طيب ونجحت في الثانيه؟ لا شلتها بس خطأوها. خطأوها ليه بقى؟ تحكيم. طيب هنقول الثانيه، هنقول البنش، انت البنش بدات كام؟ 180؟ لا بدات 160. الثانيه 170، 10 كيلو شلتها ونجحت في الثانيه. طب الثالثه بقى في الباور ليفتنج 180، زدت برده كام؟ 10 كيلو. بس انت اخفقت بس في الثانيه اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت السكوات. طب نخش على الثالثه بقى، دخلت برده سجلت. سجلت. قول لي بقى الثلاثه بقى، الديت ليفت ولا السكوات؟ لا السكوات 310، لان دخلت 310 خلاص، دخلتها تاني. خلاص دخلتها 310 زي ما كانت. اللي هي الرفعه الثانيه. طب ليه ما زودتش؟ عشان لو انا هزود، لو انا شلتها ولو معايا منافسه بقى بتقارن هنط في الميزان. هتنط من 310 بس 320، وممكن انط 330 لو في منافسه، لو فيها ميداليه. انت شفت؟ انت في نقطه بقى مهمه. انا لمصلحتك تكون بترفع الاول ولا الاخر؟ لا ما هو ميزانك اللي يقول. الوزن اللي انت بتختاره هو اللي بيحدد. انا ممكن يكون معايا منافس بيشيل 270. ايوه انا عاوز اخش عليه، يبقى ابدا 271 عشان انا الاعلى دايما. لا ثانيه واحده، ترتيب الرفع. ترتيب الرفع ده
ليه يعني مهم. ايوه مه... ده هو 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 اللي بيكسبك المدينه، هو اللي يوقعك المدينه. ايوه انت بتخش بعد اللي بتنافسه عشان تشوف هو جاب كام وجيب اعلى منه. طيب لا. انت كان ترتيبك في دول كام؟ يعني انا كنت هبدا 310، لما لقيت اللي قدامي هيبدا 265 لا رحت منزل الحمل، لان مش محتاج ان انا اجري احط رجلي في الماتش وبعد كده امشي على قد الماتش سنه سنه. حدوته يا كابتن. طبعا ما هو اداره الفن امال هو بيتقال على المدرب الفريق او المدير الفني مدير فني ليه؟ يعني هي دي الفنيات بتاع الماتش وعينه ونظرته لله. المدير الفني ما بيدربش، المدير الفني بيدير الماتش. وفي لاعب بيبقى بيشيل 350 ويكسب 270 لان الماتش ما غرقش لحد 350. طب اقول لك يا كابتن عشان هنطلع فاصل عشان نستقبل مريهان كمان بطله زيك. طب قول لي بقى انت بتفكر ازاي؟ عايز توصل لايه؟ يعني انت خدت بطوله اوروبا المفتوحه بتهيألي ده ليفل عالي جدا، ده الحزام وده الدرع. ده افضل لاعب، افضل لاعب كمان. يعني ده حزام افضل لاعب. معلش ممكن تقولوا لي على الهوا كده؟ معلش يا جماعه انا بس اصل انا يعني الحزمه دي انا نادرا يعني ما بشوفها عندي في البرنامج. ده الحزام يا جماعه، ده حزام افضل لاعب طبعا لعيبه او لعيبه الكره البدنيه حصل عليه طبعا كابتن مصطفى. طيب وكمان يعني الحزام الله اكبر تقيل. لا الحزام يعني الله اكبر تقيل. طيب ده الحزام، انت بقى اللي جاي ايه واللي عايز تاخده؟ انا خدت افضل لاعب. عايز ايه تاني؟ اصعب. طب ايه بقى أفضل. إيه, 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 ايه البطوله الاصعب من بطوله اوروبا؟ بطوله العالم. امتى؟ تبقى السنه الجايه 2024. اوروبا سنه والعالم سنه صح؟ لا في نفس السنه، في اول السنه واخر السنه. يعني انت في 23. في بطوله العالم في انجلترا في مانشستر في الفتره من 31 اغسطس 31 سبتمبر ل 5 ال 5 اكتوبر. وهل كده مصطفى يا كابتن يعني تتأهلت ببطوله العالم يعني تأهلت ليها ولا برضو هي مفتوحه لعيب شارك؟ لا لسه لا لا لسه لا. التجارب بتاعتها التجارب هتبقى عندنا هنا. تجارب اختيار للفريق. هو الرقم المؤهل ده انا حطيته بناء على ايه؟ انا بصيت عملت استيميتد للثلاث بطولات سابقه بطولات عالم سيرفي للرقم اللي بيتحقق كام، وعملت جبت المتوسط اللاعب اللي حصل على الميداليه البرونزيه في كل ميزان، في كل ميزان شفت اللاعب رقم الثالث بيسجل كام في الثلاث بطولات وجبت المتوسط بحيث لما اللاعبين بتاعنا في التجارب ويحقق الرقم ده اقل شيء يبقى طالع على ميدالية. طالع ده حدوته كبيره. بس خلينا نطلع فاصل. انا طبعا بشكرك كابتن مصطفى محمود نورتني وشرفتني. وطبعا انا سعيد بيك جدا جدا واتمنى لك كل التوفيق. يعني ابن مصر ويعني شاب يعني تسلم نورتنا وشرفتنا وان شاء الله نحتفل يعني بيك بطوله العالم ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن سعد حضرتك مكمل معانا. هنطلع لفاصل عشان يستقبل طبعا مريهان بطله بطوله اوروبا ايضا ان شاء الله. ميزان كم مريهان يا كابتن؟ 100 كيلو. 100 كيلو. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان تخش معانا مريهان ونحتفل بيها ونتكلم عن ميداليتها الذهبيه ايضا في بطوله اوروبا المفتوحه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وانضمنا طبعا بطله مصر وبطله بطوله اوروبا المفتوحه للقوى البدنيه مريهان النفيلي. اهلا بك يا مريهان. مبروك المركز الاول والذهب في وزنك بلس 100 كيلو. الف مليون مبروك. 100 كيلو. كيلو بالظبط. مش بلس ما شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. وخلينا نتكلم معاكي في البطوله، اتاهلت ازاي هنا في التجارب في مصر، ولما رحت مين كان ابرز المنافسين ليكي؟ كلميني عن كل ده ان جنرال. احنا بدانا الاتحاد حدد لنا تجارب، لعبنا التجارب هنا طبعا على ارقام. بعدها اختاروا. كان معاكي كام لعيبه مثلا في التجارب هنا مصريه؟ كنا احنا اربعه. اربعه. طب انت بتلعبي اصلا في نادي ايه؟ ميزان. مركز شباب الحبانيه. الحبانيه. بس انت كان معاكي اربع لاعبات بالظبط تانيين، انت خدت عليهم اول وجبت رقم التاهل اللي كابتن عادل كان حاطه قبل التجارب. فاكره كان في شهر كام ده يا كابتن؟ كنا قبل التجارب قبل البطوله اللي قبلها بشهر. قبلها بشهر تقريبا. والبطوله كانت بطوله اوروبا كانت امتى؟ ليه؟ بطوله اوروبا كانت امتى؟ كانت يوم 8/6 ل 12/6. 12/6 كام يوم؟ في روسيا. طيب رحت هناك كان في كام لعيبه معاكي في الوزن بتاعك 100 كيلو؟ كنا احنا انا بيا سبعه. كتير. طب وبطله روسيا هناك ايه بقى الوضع؟ لا هي صراحه اقوى واحده فيهم بطله روسيا. ما هو زي ما قال مصطفى قال دايما بتبقى الدوله المستضيفه. دايما ما شاء الله الله اكبر عليهم. طب فاكره اوزانك؟ فاكره. ايه بقى قولي لي الاوزان الافتتاحيه اللي بدات بيها. بدات في السكوات 130
130 الله اكبر. طبعا اول حاجه بنبدا بيها حاجات قليله طبعًا. عشان نحط رجلينا نحط رجلينا كلها نفس الكلام اللي قاله مصطفى نفس الكلام اللي قاله كابتن. هو لازم يمشي على اللعيبه كلها. تمام 130 كيلو هاف سكوات 130 و85 بنش 85 بنش تمام والديد ليفت 150 ليفت 150 الله اكبر. دي كانت البدايه. طب ترتيبك في الرفع كان كام في السبعه؟ كانوا سبعة مش كده اللي معاكي ولا كنا سبعة بس سبعة. الحمد لله هي كانت البنت اللي هي في روسيا كانت قبلك كانت بترفع قبلك يعني قصدي ولا كانت في ترتيب الرفع؟ كان كل يعني لسه كلها كانت باينه يعني قدامنا فعارفين الارقام اللي هتبدا دي هتبدا كام ودي هتبدا كام انا هبدا كام فبناء عليها انا بشوف الارقام دي. طب البدايه كنت اعلى منها؟ لا هي كانت اعلى. هي كانت اعلى بس انت دخلتي عشان بالارقام دي عشان تحطي رجلك يعني عشان اول اصلا بطوله ليا ف طبعا لازم احط رقم اقل يعني مرعوبه يعني كان اول ماتش اول مره يا استاذ انا مرعوب مش اول مره يتم اختيارها في المنتخب وتسافر الله اكبر. كنت طب انت بتلعبيها من امتى؟ ما بقاليش كتير يعني ثلاث سنين. طب ليه لعبتيها؟ كنت واخداها في الاول تقويه لالعاب قوه يعني. انت كنت بتلعبي العاب قوه؟ بتلعبي جله ولا رمح ولا ايه؟ لا كانت بطلة جله. شفت في النادي الاهلي يا كابتن؟ والله انا مش تلميذ والله انا عارف اصل هو الجسمانيات جله او رمح او قرص. كنت جله اكتر يعني. جله اكتر. كنت عامله ارقام في الجله؟ واخده بطوله افريقيا وبطوله عرب فيها. طب يعني اصلا انت بطله في الجله كمان؟ الله اكبر. طب احنا ما نعرفش الموضوع ده. ولعبتي بطولات افريقيا زي ما الكابتن مديرك الفني كان بطل في العاب القوه يعني والريست كنت بشجعها يعني. طيب مين اللي قال لك روحي للقوه البدنيه؟ مين اللي شرع عليك الشوره دي؟ اختي كانت بتلعبها؟ كانت بتلعب قوه بدنيه. ما شاء الله ده انتوا العيله كلها. طبعا. انتوا كم بنت بتلعبوا اللعبه دي؟ خمس بنات. مش اللعبه دي بس احنا يعني اختي اول واحده كانت بتلعب كاراتيه، اختي الثانيه كانت بتلعب اسمها ايه؟ كونغ فو شويه، اخويا الصغير كده يعني. ده بيت رياضي كله. ما شاء الله. طب بابا وماما كانوا بيلعبوا رياضه؟ لا. ايه ده بس غريبه دي صعبه شويه. لا هم عشان كده بيشجعوني يعني. بيشجعوكوا للرياضه. طيب انتوا الخمسه، انت اكتر واحده من الخمس حققت ارقام ولا في حد حقق ارقام تاني؟ انا واختي داليا. ايه داليا خدت كام؟ اكبر ولا اصغر؟ لا هي اكبر مني. بس إيه؟ هي ما لعبتش العاب قوه، هي لعبت قوه بدنيه. تمام. عملت ارقام؟ الحمد لله. نفس ميزانك ولا كان ميزان تاني؟ لا هي اقل. اقل. هي 75. 75 لا فرق في الميزان. انا بشوف بطمن يمكن تلعبوا بعض ولا حاجه. لا جه في ماتش قبل كده لعبنا مع بعض. حلو جدا يعني مبسوط قوي باللي انت بتقوليه. بنحاول بقى نسيب لبعض شويه. شويه ماشي ماشي ما انتوا اخوات برضه مش عيب. طيب خلينا نروح لنفس البطوله قبل ما اروح لكابتن عادل عشان اساله على حاجات فنيه مهمه جدا فاجئني بيها. انت دخلت 130 85 150 150 صح؟ بالظبط. طيب 150. طب المحاوله الثانيه دخلت في البنش كام؟ في السكواد. دخلت في السكواد. في السكواد الاول؟ دخلت 145. نطيتي 15 كيلو مره واحده. 145. ما طيب. احنا بنحط البدايات بس عشان نشوف الماتش. اخش في البطوله بالظبط. طيب البنش كنت 85 عملت كام؟ 92 ونص. حلو جدا 7 كيلو ونص في البنش كتير. طب عملت كام في الليفت؟ دخلت 160. 160. 10 كيلو. طب الارقام في الرفعه الثانيه يا كابتن عادل ادت لمريهان التفوق ولا كان لسه محتاجه تزيد؟ كانت لسه. طب نخش على الثالثه. عملت ايه في الثالثه؟ نخش مثلا على السكواد. السكواد دخلت 160. نطيتي 15 كيلو كمان من 145 160. كانت صعبه دي. نجحت في نجحت فيها؟ الحمد لله. هو انا بحط كسبتك. ما هو انا بحط لنفسي ان انا هخش حاجه هعملها مش هقع بيها يعني. طب ال 145 معنى كده ال 145 كانت سهله قوي. ما انت لما تشيلي 160 يبقى 145 وهتلاقي كابتن عادل اللي شجعك لان لقاكي شايلها بسهوله. طبعا. طيب حلو 160. طب نخش على البنش 92 ونص بقينا كام؟ لا ده ساعتها الثانيه عملت حركه اصابه. عملت الكوبري بتاع البنش ضيقت رجلي بتاع في يعني في حركه المفروض ان انا افتح رجلي شويه عشان اعرف ازق. تزقي فالمحاوله الثالثه عملتها صح يعني الكابتن كان متابعني وقال لي لا في حركه انت عملتيها غلط حاولي تفتحي رجلك شويه تحت هتعمليها عملت الثالثه 92 ونص. 92 ونص في الثالثه بس الثانيه كانت فشلت. فشلت عشان موضوع التكنيك اللي حضرتك نبهتها لي دي حاجه يعني الله اكبر. فعملت 92 ونص. تمام دخلنا بقى على الليفت. عملت الثالثه 170 بس كيلو. طبعا اصابه البنش في السحب اثرت معايا. بس 170 شلتيهم؟ بس ال 170 لا انا ما شلتش ال 170 فخدوا ال 160. فخدت ال 160 بس التوتال بتاعي كان مجح. خلاص هو السكوات هو اللي السكوات اللي عليكي طبعا تنطيتي من 130 ل 165. معايا ومعايا 7 ونص.
7 كيلو ونص. طب طب انتوا اصاباتكم بتبقى صعبه يعني، الله اكبر يعني اوزان عاليه، فلو ايد جت كده رجل ربنا يبعدها عنكم وعن كل اللعيبه، بتعملوا في الاصابات يعني هل بتحسي بتبطلي ولا بتروحي للدكتور ولا بتعملي ايه؟ لا هو انا عندي كابتن خالد كيمو يعني اول ما بقول له انا حصل لي 1 2 3 يقول لي طب تعالي في حاجات بيعملها هناك في الجيم تمرينات خبرات بقى طبعا هو عنده خبرات كبيره كان بطل معانا لعب معانا في بطوله العالم 2008 و2009 في امريكا وفي انجلترا. طب يا كابتن خالد كيمو، طب انت قلت لي معلومه واحنا اوف اير، معلومه مهمه جدا، اختيار احسن لاعب مش متسبب لتقدير الحكام، ده كمبيوتر وابلكيشن اللي بيختار. لا تقول لي ازاي يا كابتن؟ هي بتبقى على السيستم بتاع الكمبيوتر بتاع البرنامج اداره البطوله نفسها، بيشوفوا وزن اللاعب يعني مثلا مصطفى حديده وزنه مصطفى اسمه مصطفى حديده مصطفى حديده الشارب مصطفى حديده ما شاء الله مصطفى طبعا بيشيل الحديد فلازم مصطفى حديده بيلعب في ميزان 90 لكن ميزانه الفعلي مثلا 88 كيلو و600 فهو داخل ميزان اعلى منه بينافس ناس قوتهم العضليه اكبر. لا ما هو الميزان لازم ينزل تحت ال 90 لو وزنه جه 90 و100 جرام يلعب على الوزن 100 كيلو، فهو كل ما وزنه قل عن ال 90 بشويه ده يديله ادفانتج ان قوته العضليه اقل فشال اكتر. ففي معادله على الكمبيوتر بتطلع اوتوماتيك بعد كل انتهاء الثلاث رفعات السكوات والبنج والسحب بتطلع المعادله على التوتال. المعادله دي مقسومه من وزن الجسم ووزن الميزان اللي بيلعب فيه تمام ميزان والثقل اللي بيشيله التوتال دي يطلع اسمه على بعض ويشوفوا تطلع على طول اوتوماتيك رقم موجود على في خانه كولوم كده كولوم بيبقى موجود خانه ذا بيست ليفتر. مصطفى كان احسن واحد بيست ليفتر ده في كل اللعيبه في كل الاوزان في كل الاوزان. الله اكبر. كنت متوقع ان حد من مصر ياخدها؟ انا كنت متوقع اتنين ياخدوها. مين؟ مصطفى وبنت تانيه في ميزان 52 كيلو سافرت معانا اسمها خلود الصغير. طب قول لي اسماء البعثه ونتائجهم يا كابتن عشان برضو من حقنا او من حقهم علينا نقولهم. هنمسك العنصر النسائي في خلود الصغير من اسماعيليه ده ميزان 52 كيلو وشالت مجموعه قدرها 377 كيلو ونص ده مجموعه خدت قويه. خدت كام؟ ده خدت اول وهي صاحبه رقم العالم في الشباب. الله اكبر. هي خدت اول كمان يعني مش بس مرهان خدت اول. لا وحطمت رقم العالم. والله ما شاء الله. هي حطمت رقم بقت صاحبه رقم العالم. هي اصلا صاحبه الرقم كان ب 352 كيلو ونص. هي عملت 355 عملت 377 كيلو ونص ب 25 كيلو الرقم بتاع العالم للشباب ما شاء الله اللي هو كان بتاعها برضه. الله اكبر. الله اكبر. لأن خلود خلود دي خلود طيب. الصغير في مرهان اللي هي ميزان 100 كيلو برضه سجلت مركز اول في الميزان بتاعها. في عندنا العنصر الرجالي في احمد ابراهيم ميزان 67 كيلو ونص. مين تاني غير احمد ابراهيم يا كابتن؟ لسه بعد يعني عشان الوقت بس لان وقتنا بيعدي. احمد ابراهيم في محمد ماهر. محمد ماهر سجل رقم عالمي جديد مش في مستوى اوروبا لا رقم عالمي ما شاء الله 315 كيلو في رفعة السحب. ما شاء الله. بشكرك كابتن عادل عسال طبعا مدير فني منتخب مصر للقوة البدنية ولكن وقتنا مر سريعا نورتينا وشرفتنا يعني يا كابتن. نقدم الشكر لحضرتك ولقناة الأهلي السباقة دايما في إتاحة الفرصة لظهور العناصر الشابة اللي هي بتخدم الرياضة الفردية. ده حقهم يا كابتن وده حقكم انتوا أبطال وعملتوا اسم كبير لمصر. مريهان طبعا مشكورك نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة مع طبعا القوى البدنية وشفتوا قد إيه الشباب بيتعبوا وبيبذلوا مجهود وبيرفعوا اسم مصر عاليا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأبطال. شكرا.